دلقى شمارعي أما مستعمل از دایک بنا ما 1950 البندیال قوسی ما اشخ صاری ما مستقدی کریه انا هز متقاعدم ارده که ما های عملیت شغلت ایم بخوا یعنی بلی مش حش خوندنه تکر یعنی کتیر بو روایات آونا از کسی که ناسری ما کتیر بو لو کتیبات کتیر برد سمنا متخوند یعنی خاص حش فکری فلسفی گری کتیر يعني دي اوقتي بيجو خاص فكري بقى من قال لك سيرو ادركزان وبالتالي طبعا نتيجه خو الناس هذا مكتب قال لك خوندر ام ربوني ساندر كر دو نوتو هاشتا دا كوترا عولي من ريسي وجيني يوم ريسي حتى نها كتيبك من الشاري هيا بنادي احزان من احزان وطني يعني وكتبها أرسل السبدات بزمانية عربية أو كتبها معنا يعني كتبها السيالية شغلهم هي خلاص ومحاضرات من قرأك مال ديركي داب منتداك ما الثقافي هاول ديركي القركي لقي مرشالة غدا جارم شونا قامش له يعني محاضراتي ثقافي دان قمبيد مجال باش شغلين يعني متقال ياجين باش شغلين منتداك ما هو بنابي منتدا جارخين عجب مخلي الكالو بوشن خور تكديبون أما أو منتدى البرد ما شان بشكل عام أبون يعني شغلي ما أبون في تعليم الكتابة شغلي يعني. دستان ولاتك هري زنجينة بل كي تعلم ده ولاتك كل زنجينة وجغرافيك هري خوش ده يمشوا ما نال تالي آخر كي سبب رئيسي بنية ما فكري وقيمي نراسة دي وظيفة إنسانية وشنجين جيد في راسك زارو کې د سپې کې د مالې د سپې کې ورابېدا چې په کې انسان کې نو آوار کې